لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. ما هيش دولة هكذا. لو سافرتم للعالم وشفتوا الدول وشفتوا كيفاش ندير، كيفاش الدول تتعامل، كيفاش دول المؤسسات. أنا رحت لقارة أمريكا، أكثر من 76 دولة في العالم اللي زرتها، التقيت مع مسؤولين كبار في مؤسسات دولية، وشفت وشفت وشفت. كي نشوف الواقع هذا نتاع الجزائري والله أتأسف. ما هي هكذا، ما هي هذه الجزائر؟ لو تشوف السفراء والممثلين تاع الجزائر في الهيئات الدولية، أي والله العظيم مسخرة. أنا مرة واحد رجل أعمال في الخليفة في السعودية قال لي، أنا فكرت نروح ندير كاينش مصنع في الجزائر، قال لي اتصلت بعثت واحد من موظفي المكتب بتاعه باش يدير لي تأشيرة. لقاه موظف رجل أعمال كبير عنده مليارات، تعرف واش قالوا له في القنصلية؟ قال له يجي لهنا باش يعمر هو الورقة. الناس هذا مثال فقط، وغير وغير في دول كثير. السفراء في الدول من هنا تلقاهم يصنعوا لوبيهات. انا نحكي لكم، مره كنت في مجلس حقوق الانسان في الامم المتحده في جنيف، كانت عندي محاضره ثم، وكانت هذه المحاضره ضد ايران حول انتهاكات حقوق الانسان في ايران. هذاك ما زلت حوالي نصف ساعه او ساعه هكذا على موعد المحاضره، انا قاعد هكذا في واحد الريوم، يجي شخص لابس بدله سلم علي بالاحضان. انا اعتقد كان شو واحد يعرفني، حتى قلت له ممكن تشرف هذا؟ قال لي انا السفير الايراني. انا قال لي انا سفير ايراني. يا عجب. قلت له تعرفني انا مين؟ قال لي انور مالك وتعادينا. قال لي احنا ما نعادي حد، ما نعادي حد، احنا الناس رانا في عالم السياسه، لا يوجد عدو دائم ولا صديق دائم. وسحب الكارت تبعه، كارت فيزيت نتاعه، وعطاها لي، قال لي تتصل بي. قلت له انا ما احتجت الاصدقاء، احتجت الى من اعاديهم، ولا اعاديهم اعاديهم باسباب تدخلاتهم في الدول العربيه وممارساتهم الجرائم اللي ارتكبوها. هذا الشعب الايراني لا اعاديه، شعب من الشعوب بغض النظر على ايديولوجيته ودينه ومذهبه هو حر فيه، ما دخلنيش فيها أنا. ونتعامل معاه بهذا الشعب وندافع عليه. يعني شوف الفرق، شوف السفراء في الدول من هنا يصنعوا لوبيهات إعلامية، يتواصلوا مع المؤسسات الإعلامية، يعملوا علاقات مع رجال أعمال، يعملوا يا السفراء الجزائريين والله ما يهموا إلا شهريته، وكيفاش يشري قطعة أرض، وكيفاش يبني دار، وكيفاش يدير مستقبل أولاده، ما على بالهمش. وروحوا شوفوا في السفارات كيفاش واحد يجيب صاحبته يديرها يجي يدخلها فام ميناج وبعد يديرها سكرتيرة نتاعو، واحد يجيب بنته، ابنات المسؤولين جايبينهم من الجزائر، نعرفهم مقيمين في الجزائر، يجيب بنت مسؤول يجيبها من الجزائر لهنا مثلا فرنسا ولا دولة أوروبية، تخلص بالعملة الصعبة، ما تدفعش الضرائب، تلقاها تضرب على الأقل 4000 يورو في الشهر، وتدير مستقبلها، وتزيد تتزوج هنا، وإذا كان الراجل يزيد يتزوج هنا باش يدير مستقبله. وأبناء الجزائر اللي قراوا في الجامعات وكفاءات اللي هنا يروحوا يخدموا في القنصلية، وتلقاهم يتقنوا اللغات أكثر أفضل منهم بكثير، والله ما يخدموا، وإذا خدموهم يهينوه. ما هيش هكذا، ما هيش بهذه الطريقة نبني دولة، ولا بهذه الطريقة نوصل بالجزائر إلى شاطئ الأمان. المرحلة يجب أن نحن عشنا 22 فبراير، معناها نقطة تحول. إذا كان قاعدة البوتفليقية، شو كيفاش قاعدة البوتفليقية؟ البرلمان مجلس الشعب الوطني بوتفليق، اسمعوني، مجلس الأمة بوتفليق، مجلس الدستوري بوتفليق، الرئاسة المستشارين وكثير ما زالوا، الموظفين كلهم ما زالوا أغلبيتهم بوتفليق، وزراء كانوا، يا ريت جابوا لنا وزراء، تلقاه كان مجرد يعني بلنتو في مكتب نتاع، ويحيى ولا وزير، كان يشري في الكسكروتات لاولاد المسؤولين، كيجيبوا اولادهم معاهم الوزاره ولا كذا، صباح وزير. يعني جابوا لنا، حتى كي بدينا جابوا لنا من الدرجه الثانيه ولا الثالثه اللي كانوا في عهد بوتفليقه. هاي زيد الممارسات،
زيد الممارسات، نفس الممارسات اللي كانت في عهد بوتفليقة راهي مستمرة الآن. واش راح يفهم الجزائري؟ راح يفهم بأن الناس اللي دخلوا في الحبس راهي مجموعات تناحرت في بعضها، جهة غلبت جهة دخلتها الحبس وانتهى الموضوع. إذا ما هوش تغيير من المفروض. الدستور هذا اللي داروا العرب هو نفسه اللي كان يقدموا البوتفليقة، قدموا البوتفليقة وداروا فيه النائب. على بالك معلاش، بوتفليقة كان ناوي يدخل العهدة الخامسة، والسعيد بوتفليقة هو اللي طبخ الطبخة هذه وقالها إلى شخص هضر معاه في التليفون وقدامي. نزيد نحكي لكم هذا. دارنا فكرة النائب، وكانوا راح يعينوا نائب، وكان من المرجح راح يكون يحيى ولا سلة. إذن باش يكون ما يكونش رئيس حكومة هو اللي يمارس في المهام باسم رئيس حكومة، لا، باش يجي يولي نائب الرئيس، يولي بوتفليقة هو رئيس شرفية وقاعد في داره وهو رئيس جمهورية باسم هكذا يقعد رئيس الجمهورية. نائب الرئيس هو اللي يظهر في المناسبات العامة، نائب رئيس عادي وراه كل فم طرف رئيس الجمهورية نائب رئيس، والحاكم الفعلي يقعد السعيد بوتفليقة في الظل. هذا هو المخطط وهذا هو الدستور. تعرف زادوا فيه، زادوا فيه كلمات خفاف يا جماعة، زاد لك غير فيه أكل الحراك الشعبي زين لك بها باش يبان دستور جديد. وقعاود قد ما فوتوش عليه الجزائر، حدث ما كان يحدث أسوأ. ولا والله بوتفليقة في عهد بوتفليقة كان شاركوا في الانتخابات أفضل. ما هزال وش هو اللي تغير؟ الرئيس تبون من عهد بوتفليقة كل هو وزير، ما عليش نجوزوها. المسؤولين في الجيش كلهم رقاهم في الرتب بوتفليقة، وصلهم الرتب جنرالات، ما عليش. المؤسسة العسكرية تبقى بعيدة عندها حالتها، نحن نتكلم عن الجانب المدني والجانب السياسي. جبهة التحرير نفس جماعة نتاع بوتفليقة، لا رندي جماعة بوتفليقة، وهما هذم الآن اللي يدافعوا على مرحلة تبون. ما الذي تغير؟ أعطوني واحد من الحراك الشعبي من واجهات اللي طالبوا وناضلوا ضد نظام بوتفليقة تولى فقط حتى منصب مستشار. أعطوني واحد باش نقنعوا الجزائريين بأنه حدث تغيير، ما كانش. أعطوني الناس اللي ينفاهم بوتفليقة وتنفاو في عهد بوتفليقة ولا ما قبل بوتفليقة، رجعوا للجزائر. رجع فرد واحد من لندن فقط، هذاك حكايته حكايه مش راح نهضر عليه. ها يا عطول، نحن نعرف الدول اللي حدث فيها التغيير. تقع نهار اللي حدث تغيير في تونس، كانت طائره ومشى فيها المرزوقي ونشار فيها عماد الدين، وانا كنت نتكلم معاهم بالتليفون نهار هذاك في المطار. جروب كل توانسه ركبوا في طياره واحده وسافروا رجعوا للجزائر، رجعوا لتونس ونزلوا في المطارات، وكل عندهم مذكرات توقيف، ودخلوا لقى الشعب في انتظارهم، دخلوا دخول. نحن ولا واحد دخل، نحن ما ناش طالبين، لا ما دخل حتى واحد، ما رجع حتى واحد. بل انه اللي سيطروا على الحكم الان يحرضوا عليهم وحابين يديروا لهم حتى مذكرة توقيف دولي. هل الجانب الحقوقي؟ نزيد نحكي لكم حاجه، في عهد بوتفليقه ما دخل حتى واحد الحبس بسبب رأي. وهاي وقداش الواحد درك راهو في الحبس بسبب مواقف سياسية. وين هو التغيير؟ أين هو التغيير؟ التغيير مش هكذا، التغيير مش هكذا. على الأقل الحكم يكون، على الأقل يكونوا فيه ناس من اللي عارضوا. يجيب لك واحد بدأ يعارض في بوتفليقة في 24 ساعة الأخرين تاع 22 فيه، وكان يسب في تبون، وبعد يجي يعطيه منصب وزير يقول لك ها جبنا واحد، وهو راهو نتاعهم اصلا او نتاع النظام. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.